ارهابيين ومش احنا مش ارهابيين يا عمي. احنا ما رحنا على المستعمره كنت انا بتل ابيب. He told I was speaking with the officer. والله عمري ما عبرت تل ابيب. I told he usually heard from ولا حيفا ولا منطقه اسرائيل. A terrorist. I told him why. I go to the settlements to beat the settlers. I am in my land. How you consider me as a terrorist? The settlers came to me. I didn't go to him. The settlers who came to my land and to my house. يا عمار عم يقاتل ولا بيسرق والله وهو ضريب منا وبلبطه من جوزنا وبنسقيهم ميه واهلا وسهلا. I feed him. I give him a water. I give him my fruit. Every time I give him والله نور ما ناخذ من دوري ولا من هذا الجيش مصاري. واهلا وسهلا احنا بدنا السلام لانه ضعاف. He told the main thing that I need, this is the peace. بس انتوا بدكم تغرقوا من الرجولة. مين نصر الله؟ نصر الله 15 واحد. لما بدهم يذبحوه كان مثل مجنون وعمل حما حاله. اسمح لي انتوا بتخلوا العاطل يصير زلمة. الجبال عمرك زحكي الجبال تضربه. اتركوا في حاله. خليه يعيش ياكل خبز بتشتري مليونير راس هذا مرة. أنا بدي هيذبح ثوب بس ما أقدر ألبسه بس. أدرك الخبز. Just I need to search about my fee to feed my children to feed my family. This is what's the main thing that I need. طيب تعرف أنا عندي في الطابة وفي أرضي 2000 درهم. He told him. طيب أنا معيش 50 ليرة في البنك مصاري أكل خبز. أنت الموظف المعاشك أنت معك مصاري أكثر منه ما كيف درك. He told that in the Turkish paper in my ownership I have 2000 درهم. But you didn't. You cannot مش مصدق صار طابو وهذا في طابو 140 درهم هذول هذا الجبل فوق إلي شايف وهي المنطقة إلي هن 140 درهم yes now they lose it in the other side of the road on the other side yes هيجي مش صوت الخامل الله بيعلمنا أصله سكران يعمل لي هنا عظمتي لازم الحكومة تربي لازم يكون ربي لازم العالم تنظر لنا. He told that we need from all the like the international law from all the state to helping us to stop these things. When did they lose the land? Yeah. When did they lose the land? كديش هذا الجبل عدلكم خسرانين في أرض من كديش يعني؟ 364 دنم. يعني من وين تخسرتوا فيها؟ من 86. من 1968. 1968. No, 1986. هذا مش إلي لحالي. يعني أبوه وعمامي حوالي 120 واحد إحنا الوارثين. أنت تقول it is not. مش بس إن لحالنا أنا إلي فيه ثلث. أنا إلي فيه ثلث. لأنه أنا وريث أبوي. He told I have some part, but the other part it is for my. طب وين واحد من يعيشين هذا واحد وين يعيش ولاده ولاده ولاده؟ لما ممنوع نطيحه لا نحرثه ولا نزرعه ولا نأكل منه ولا نرق منه. With my family when it is forbidden for me to go to my land to plant. وين يروح؟ مين يحكي؟ To plant it. To harvest the olives. How I can live with my family. فقط يا عم السري. Thank you, thank you.